إذن لو تقدر تقول لنا من الأقرب لبدء هذه المباراة؟ محمد الشناوي، أكرم توفيق، الونش، أحمد حجازي وأبو الفتوح، عمرو السولية وحمدي فتحي، تالت جنبهم أحمد سيد زيزو أو عمر كمال عبد الواحد، لسه أعتقد إن في عمر مفاضلة. كمال؟ اوكي. عمر كمال ممكن يلعب قدام أكرم، أحمد رفعت ومروان ومصطفى فتحي. احمد رفعت. اه ده التشكيل الاقرب لبدء مباراه بكره ان شاء الله. الاقرب. ممكن بقى شريف، ممكن شريف يدخل في الشمال مكان رفعت، ممكن قفشه يدخل تالت جنب السوليه وحمدي فتحي. اعتقد انه الاوراق بتقول كده، ولكن التركيبه الحته اللي هو السبعه اللي تحت دول يعني ممكن تغير اربعه قدام معاهم، انما السبعه اللي تحت خلاص هم دول مكملين مع كيروش باذن الله يعني، وهم سلام باذن الله لو قدر الله يعني، لو ربنا قدر اصابه حد فيهم ان شاء الله، لو ربنا ما قدرش لحد فيهم حاجه وحشه، هم مكملين مع كيروش لحد مباريات مارس في البلاي اوف وان شاء الله كاس العالم بقى باذن الله. المجموعه دي الجمهور اخباره ايه يا عويس؟ يعني اللي احنا عارفينه ان الجمهور المصري والجمهور التونسي الحقيقه ايضا مستنيين التذاكر، او الحقيقه اشتروا كل التذاكر اللي موجوده. اشتروا كل التذاكر اللي موجوده، وكانت في ازمه تذاكر لان انت عارف تونس صعدت قبلنا بيوم، فاشتروا جزء كبير من التذاكر لان التذاكر كانت مفتوحه على الموقع، فاشتروا جزء كبير من التذاكر. الجماهير المصريه النهارده بتدور وامبارح على تذاكر، وكانت في ازمه تذاكر كبيره، والجاليه المصريه طلعت استغاثه وبيان، او رابطه مشجعين منتخب مصر ورابطه مشجعين النادي الاهلي ورابطه مشجعين نادي الزمالك طلعوا بيان مشترك النهارده بيطالبوا فيه الفيفا بالعداله وتوفير عدد من التذاكر للجماهير المصريه. والحقيقه استاد 974 بيسع 40,000، اعتقد انه هيبقى مقفول يعني، ممكن 40,000 وشويه كمان مقفول. يبقى اذا من الواضح ان الجماهير التونسيه هتكون ازيد من الجماهير المصريه على الكلام اللي انت بتقوله. حسب الكلام اللي بيتقال ولكن اعتقد ان الجمهور المصري هيبقى موجود باذن الله برضو بقوه، واعتقد انه هيبقى في حلول في الوقت اللي جاي. والجماهير المصريه، احنا في ماتش الاردن برضو كانت في حاجه غريبه جدا حصلت، التذاكر قالوا ان هي سولد اوت من بدري، وبعدين قبل المباراه بثلاث ساعات فتحوا الموقع للتذاكر انه كان في تذاكر متاحه، وزي ما احنا شفنا كان الاستاد قبل المباراه كلنا بنقول الاستاد سولد اوت التيكت، ولكن لقينا اماكن فاضيه كتير. نتمنى ده ما يحصلش في ماتش تونس، ولكن في الاخر الجمهور هيبقى موجود قليل، موجود كتير. جمهور مصر حتى لو 10,000 متفرج او 5,000 متفرج او 20,000، هو صوتهم طول الوقت بيبقى عالي ومسيطر على المدرجات، ولحد دلوقتي كل مبارياتنا في البطوله احنا الجمهور الاعلى كعبا والاكثر عددا والاكثر قوه من كل الجماهير. احنا لعبنا الجزائر، لعبنا الاردن، لعبنا لبنان، لعبنا السودان، كل المباريات احنا جمهورنا الاكثر، وان شاء الله بكره جمهورنا هيبقى الاكثر باذن الله.